السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة، وعواشركم مبروكة. إن شاء الله رمضان على الأبواب، يعني بقى لي يوم واحد غدا إن شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة ومغفرة الذنوب يا ربي. وكان بغي نرحب بكاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عاد انضموا جداد، كنقول لكم مرحبا بكم. وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتبارطاجيو القناة ديالي مع الأصدقاء والأحباب ديالكم باش إن شاء الله تعم الفائدة ويديروا بحال هاد الوصفات اللي صراحة كيكونوا ناجحين ومميزين، ومكونات اللي جد بسيطة هكا تستعملوا بحال هاد الوصفات لشهر رمضان والأيام العادية هكا لوليداتكم من دراسة حتى الكوتي هكا مع العائلة ومع الأصدقاء. وكما كتلاحظوا هادو خبيزات او بريوش كيجيو زوينين ورائعين بعجينة قطنية مميزة. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو للاخير. وهادو هما المكونات. عندي 300 مليلتر ديال بين الحليب والماء، يعني نصف ماء ونصف حليب، وجوج بيضات، اصفر البيض بوحدو للدهن وابيض البيض غادي نستعمله في العجين. عندي كاس 110 غرام ديال الفينو، وكاس 110 غرام مليليتر عفوا ديال الزيت. عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، والملح حسب الذوق. غادي دابا ندوزو باش نحضرو الوصفة. خديت إناء وضعت فيه الحليب والماء، يعني خصهم يكونوا دافين ماشي يكون بارد. وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. غادي نعاود معكم هكا المقادير بالتفصيل، يعني باش ما نراطيو حتى شي حاجة. وعندي معلقة ديال السكر سنيدة، غادي نخلطهم. ولا بغيتو ديروا هكا جوج المعالق ديال الدقيق حتى هما استعملوهم، انا ما كنستعملوش غير هاد الطريقة هكا كيصدق ليا. المهم السكر والخميرة وهاد الحليب مع الماء راه يعني بسرعة يعني العجين كيتفاعل عفوا الخليط. وهنا من بعد ما خلطته راني غطيته تقريبا 5 ديال الدقائق، المهم بين 7 حتى 5 ديال الدقائق حتى يبانو لكم دوك الفقاعات. ومن بعد ما خليته ارتاح شوية غادي نبدا نوضع في المكونات الاخرى. زيت الزيتون وشوية ديال الملحة، ابيض البيض اللي عنده دور كبير في هذه الوصفه هذه، واللي كيخليها يعني كتجي عجينه قطنيه وخفيفه. وغادي نزيد الفينو، ماشي السميده البنات، هذا الفينو. البنات اللي ما عارفينش يعني بالتفصيل السميده ما كنستعملوش في هذه الوصفه هذه، الفينو اللي كيكون يعني دقيق القمح الصلب. وهذا بدا هكا نوضع في الطحين غير بشويه بالتدريج، يعني ما نكبوش الطحين دقه واحده راه ما يصدقش لكم العجين زوين. يعني هاد الطريقه هادي انت اللي كتحكمي في العجين اللي غادا عفوا الدقيق اللي غادا تستعملي في الوصفه، ماشي بحال كيما كتحطي النواشف وعلى الدقيق كبداي توضعي في الماء هكا كيكون عندك مشكل ما كتعرفيش شحال غادا تستعملي ديال الحليب للعجين. ملي كتوضعي السوائل بهذه الطريقه انت كتحكمي في الكميه ديال الطحين اللي غادا تحطي او اللي غادا تضيفي. كنبقى هكا نجمع، ومني كنحس بالعجينه يعني خاصه الطحين شويه راني كنضيف، ما كندلكوش البنات هاد العجينه مره، يعني غير كنبقاو نجمعو فيها هكا صغيره دلك لحتى شي حاجه بدون دلك بدون اي مجهود كتكون العجينه ديالنا واجده. هنا العجينه ديالي من بعد ما قاديتها راني غادي نغطيها نخليها ترتاح. تقريبا خليتها واحد نص ساعه حتى يعني خمرات ليا، كندهنها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا على الفيلم اليمونتير. ودابا غادي نبدا نخلط الحشوه اللي غنستعمل الاولى. عندي زنجلان والزعتر طحنتهم مع بعضهم، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الجبن، اي جبن كريمي يكون عندكم، انا استعملت الفيلاديلفيا. وغادي نستعمل العجين غنقسمه لقسمين، النص غادي نستعمله بالزعتر والجبن،
وزنجلان، والنصف الاخر غنستعملوا في الشوكولا. ولا بغيتوها هكا تستعملوا يعني ديروا اي عمارة هكا الكونفيتور، ولا ديروا بشي حشوة هكا مالحة، لكم الاختيار. المهم هو العجين كيجي هكا زوين. هادو افكار، وانتوما كتبقى على حسب الرغبة داكشي اللي كتبغيو انتوما. بعد نقسم العجين لقسمين بعد ما حيدت منه الهواء اللي كان فيه. كما كتلاحظوا العجينة كتبان مثقبة من الداخل، وخاص العجين ولا بد انه يبقى طري، ماشي يكون يعني يلصق بزاف في اليدين، ولكن يكون طري. يمكن لكم تشكلوا كما بغيتوا باش هكا تجيكم العجينة مزيانة، او عفوا البريوش يجيو زوينين. اصل العجينة تكون مرخوفة، ما تكونش قاسحة. الا كانت قاسحة ما يجوش لي بريوش ديالكم زوينين، ما يجوش خفاف يعني. وخديت النصف الاخر غادي نقسمه هكا كويرات، يكونوا بنفس الحجم. يمكن لكم ديرهم صغار ديرهم كبار، كيبقى داكشي حسب الذوق. هذا هكا نقادهم. العجينة اللي لاحظتو راه ما كتلصقش في اليدين، لان وضعنا فيها داك الكاس ديال الزيت. وهذا نبقى هكا مستمرة كنشكل في العجين ديالي. انا جوني يعني كويرات، يمكن لكم ديرهم هكا صغارين يعطيكم الدوبل ديال هاد الكويرات. يعني كل كرة من هاد الحجم ديرهم هكا صغيورين، كيجيكم هكا زوينين. وديرهم حتى لوليدات المدرسة، وما كيستغرقوش بزاف ديال الوقت. ديرهم لوليداتكم اكيد، وتعرفوهم شنو كياكلوا من الاحسن. والعجين الاخر حتى هو هذا بنفس الطريقة نشكله. هذا نقطعه هكا طريفات صغار، عاد نقعدو من بعد عجين يكون بنفس الحجم. تاخدوا اي سكين وتقطعوا به. وهنا من بعد ما قديت يعني عرفت الكويرات اللي غنستعمل اي حشوه، غادي ندوز دابا باش نشكل الكويرات ديولي. كما لاحظتوا غتاخدوا الشوكولا يعني الكحله هكا تستعملوها، تقطعوها مربعات صغيره. وكنسد على العجين كما لاحظتوا. المهم اي شوكولا تكون عندكم سوداء هكا او لا كونفيتور حتى هو كيجي زوين. كنبقى هكا مستمره. كنغلق هكا مزيان، العجينه كتكون زوينه وما كتلصق ليا في اليد ديال حتى شي حاجه، يعني اليدين كيبقاو نضاف. ما كنستعنش بالطحين بالمره كما كتلاحظوا، يعني كتجي زوينه هاد العجينه ما كتوسخش الدار. وسريعه كما قلت لكم تستعملوها الكوتي، حتى هي كتجي زوينه مع الكويز ديال القهوه ولا اتاي، وحتى في الصباح. وإلا كانوا جايين عندكم الضياف يعني يمكن لك تحضريها في وقت وجيز بزاف، وماشي ديروا غير هاد جوج كيلات، يمكن لكم ديروا منها المالح والحلو، ويعني تكثروا الكمية ديال الطحين. ديروا أنواع، ديروا منها البيتزا، ديروا منها على شكل ديال البطبوط، بزاف الحوايج من نفس العجين. كنبغيكم البنات بارطاجيو هاد الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم والأحباب، باش هكا تعم الفائدة، وخصوصا الناس اللي كيجيو عندهم الضياف وكيحصلوا. كتبقى كتعجن كل وصفة والعجينة ديالها. هاد الطريقة راه زوينة، يعني من عجين واحد يمكن لك تستعملي بزاف ديال الحشوات او الوصفات. وبقيت هكا كنوضع الحشوة ديال الجبن والزعتر والزنجلان اكيد اللي كيعطيها لذة. والزعتر البنات مديروه قليل، وكثروا الزنجلان كل كميه ديالو اكثر من الزعتر. كتشدوا الزعتر والزنجلان وكتطحنوهم مع بعضهم، وكتخلطوا معاهم شويه ديال الجبن الكريمي، اي جبن عندكم.
يمكن لكم تكتفيوا غير بالجبن بوحدو. بالنسبة للبنات اللي هكا عندهم وليدات بحال انا ولادي، ما كيقدروش على الزعتر، يعني كيجيهم ديك المذاق ديال المرورة، ما تستعملوش. يعني لينا حنا اكيد راه صحي وعارفين الفوائد ديال الزعتر، الوليدات باقيين ما كيعرفوش، يعني ديك المرورة كتغلبني مع المذاق. يعني اكتفيوا غير بالجبن بوحدو هكا، يعني اي الكيري او لافاش كيري او اي نوع عندكم ديال الجبن او لا فيلادلفيا، وكتوضعوها هكا غير معلقه صغيره، ما تكتروش. انا راني درت شويه بزايد، نتوما ديروا غير معلقه صغيره. المهم هي ديك الحشوه، كتوزعوا ديك المعلقه الصغيره وكتبقاي تضغطي هكا بنفس الطريقه. لا ما تستعملوا الزعتر. السيدات اكيد اللي عارفين الفوائد ديال الزعتر وزنجلان استعملوه، راه كيجي زوين وصحي، يعني وصفة صحية، يعني ماشي 100% لأنها فيها الدقيق الأبيض، ولكن كتبقى صحية غير ما نكتروش. دائما حتى الوصفات اللي كيكونوا هكا حلوين أو لا، يعني مضرين للصحة، تاكلوا منهم ولكن ما تكتروش. الكمية هي اللي كتفرق، يعني إلا كليتي شوية راه ما يأثرش عليك، إلا كليتي بزايد أكيد غادي يأثر عليك. هادو كونوا اكيدين في اي حاجه، ما تكتروش، غير شويه شويه من الحاجه راه ما ياثرش. الكثره هي اللي كما كنقولوا كتاثر على الصحه. وهنا اللي بغيوش يولي راني قاديتهم عمرتهم غدا، يعني هذوك الفتحات اللي وضعت في البغيوش هذاك راني درتهم قبل ما يخمروا، قبل ما يخمر يعني فتحتهم وبقى هكاك المنظر ديالهم، وزدت شوية ديال الخل والحليب مع أصفر البيض، خلطتهم مع بعضهم هكا للدهن باش ما تجينيش ديك الزفورة ديال البيض. دائما أكيد كلكم عارفين الطريقة، شوية ديال الخل والحليب بنفس الطريقة هكا، يعني الكويرات الأخرين حتى هما دهنتهم نفس الشي مزيان، وراني دايره الفران يسخن يعني من الفوق لتحت. انا كنشعل الفرفاره على درجه الحراره 180. وهنا اللي بغيوش تجولي كما كتلاحظوا من بعد ما خمروا قادينتهم، زينتهم شويه ديال اللوز ايفيلي وحبيبات هكا ديال الشوكولا، التزيين كيبقى اختياري، دخلتهم الفرن. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو قطنيين ورائعين البنات، ما نقدرش نقول لكم يعني المذاق ديالهم والشكل ديالهم او الخفه ديالهم كيفاش دايره. حتى تجربوهم اكيد وردوا عليا. البنات اللي كيجربوا الوصفات ديالي كنقول لكم ما تبخلوش عليا بالكومونتيرات ديالكم، اكيد الا صدقات لكم شي حاجه ولا كان عندكم شي مشكل في شي وصفه كتبوا لي في التعليقات، لانني انا الوصفات كنجربهم قدامكم، ولا ما جربتهاش في داري قبل ما كنبارطاجيهاش مع البنات. كما كتلاحظوا كيجيو خفاف، غير هو العجين كنزيد ناكد عليكم باللي العجين خاصكم تخليوه في العجينه ديالو خفيف، يعني ما ديروش قاسح، خاصو يبقى طري. الا كان قاسح ما غيجيكمش اللي بغيوش هكا رطبين. وهنا كما كتلاحظوا كيجيو زوينين ورائعين الشكل والمذاق ديالهم، واكيد اكيد اللي ذقتهم عندك ما غاداش تصدق باللي انت اللي صايبتيهم، وغادا تسولك على الوصفه. متاكده، جربوا البنات وبارطاجيهم مع الصديقات ديالكم، واكيد اكيد غادي يعجبوهم هاد بحال هاد اللي بغيوش كنحتاجوهم بزاف، ماشي غير شهر رمضان، يعني الايام كلها العاديه. انا غادي نفتح معاكم باش تشوفوا هاد البريوش ديال الشوكولا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي خفيف وطري كما كتلاحظوا. تحت ليكم باش تشوفوا مزيان، كيجي عجين قطني ورائع الشكل والمذاق. كنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب. وكنتمنى أن الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو آخر. السلام عليكم.